قاموا في مدينة سخنين داخل الخط الأخضر وبالتعاون مع مبادرات صندوق إبراهيم مشروع تعليمي يهدف إلى دمج المرأة العربية في سوق العمل والتنمية البشرية في إسرائيل وللنهوض بالمجتمع العربي اقتصاديا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. نوار طربية امرأة عربية كأغلب النساء العربيات اللواتي اعتدن على نمط الحياة التقليدية من توجيه جل اهتمامهن للبيت والأسرة، ولم تتح لهن فرصة التعلم والعمل من أجل حياة أفضل. قامت بالانخراط ضمن دورة شركات حياة المقامة في سخنين للتأكيد على شراكة المرأة في البيت والمجتمع. أنا لسه بحسيت أنه الوقت المناسب لإلي أني أفوت على هذا المجال التعليمي، لأنه الأولاد وعيوا، عم بركن عليهم أنهم يدرسوا لحالهم. قبل ما كانش في مجال، إنه كل الوقت مرافقتين، إسا هن لحالهن، أنا بدي أتفضى شوي لحالي، بدي أفوت على مجال بصراحة بدي أتعلم عشان أفوت على مجال العمل. نوار رأت في نفسها القدرة على التطور من أجل الاندماج ضمن مجتمع عامل ومتعلم بعد شعورها بقدرة أبنائها على اعتمادهم على أنفسهم، مما أتاح لها فرصة الانضمام لهذه الدورة إيمانا منها في قدرتها على العطاء والتغيير في المكانة الاجتماعية للمرأة. مشروع شركات حياة هو مشروع اللي يهدف لتشغيل المرأة العربية. احنا من خلال نتائج المشروع من عدد النساء اللي جدا مرتفع، اثبتنا ان النساء العربيات قادرات على الانخراط في سوق العمل اذا وجدت الفرصة. نسائنا ما في عندنا اي موانع اللي تمنعهم من العمل، بدنا نسائنا يشتغلوا بوظائف اللي هي اكثر من انه تكون وظائف بسيطة. احنا هدفنا بالاخر انه احنا نقدر نحلم بمستقبل افضل لإلنا ولولادنا، ومش بس نحلم بلقمة العيش. التطور ورفعة المرأة العربية وانخراطها ضمن مؤسسات التنمية البشرية داخل دولة إسرائيل هدف أصبح ملحا في أغلب المناطق العربية، ولا سيما في مدينة سخنين، حيث من كل 3 نساء عاملات تستطيع واحدة منهن الحصول على عمل، واللواتي رأين في أنفسهن القدرة على المنافسة والتطور في مجالات عدة يرون فيها فائدة للأسرة والمجتمع. أنا جاي لهي الدورة لأطور نفسي أكثر، وفي فعلا تطور، وبنفس الوقت عم بحس إنه في نجاح أكثر، عم بكتسب معلومات كثيرة، عم بستفيد منها أكيد، بستفيد منها لإلي، ويمكن إني برضو كيف إني أتعامل وأتصرف لقدام بمجالات العمل، بحياتي، بتصرفاتي مع الناس. كما يقال مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، ومشوار النجاح والتقدم كما تراه نوار انطلق من خلال مشاركتها في هذه الدورة التي نمت وعززت روح التقدم والمبادرة من أجل حياة أفضل. جهود كبيرة تبذل في مجال تطوير المرأة ودمجها ضمن أطر العمل، فالدورات والندوات والتوصيات تتزايد يوما بعد يوم، مما قد يدلل على أهمية تطوير المرأة كنصف المجتمع من أجل التنمية البشرية المنشودة. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، مدينة سخنين.